حطينا خطة علاجية لتكيس المجانين ربنا كرمنا، فلما حطينا خطة علاجية للانتساكات ربنا كرمنا. لما نعقل الأمور ونحط لها قواعد حقيقية هنلاقي مخرج حقيقي وسهل وقريب. المريض هدف حقيقي، انك تعالج مريض مش تعالج مرض. خرج من التجارب دي كلها ما عندوش استقرار. يا ماري مبروك يا ماري. الله يبارك فيك يا دكتور. مبروك يا ماري، الف مبروك. الله يبارك فيك يا دكتور. بعد تاخر قد ايه؟ 8 سنين. 8 سنين. 8 سنين. 8 سنين ليه؟ ربنا اداني اول حاجه اول ما اتجوزت ربنا اداني، وبعد كده نزل على 45 يوم، وبعد كده على طول ربنا اداني بولا. عنده 8 سنين. بولا كمل سنه وربنا اداني، نزل على 3 شهور. قعدت اتعالج منشطات بقى والكلام ده كله. بعدها بحركه سنه ونص حصل حمل نزل. اخر حمل كان حاصل من 4 سنين ونص. طيب. بس قبليها دكتور كنت عامله عمليه فتح بطن. ليه؟ كان قال لي عندك كيسين. اوكي. كبار. فتح لي قيصري. ومن ساعتها بقى ما حصلش حمل. دلوقتي ابن الشهر الجاي كمل 8 سنين. 8 سنين ما بنحملش. 8 سنين تاخر حمل. قلت لي عندك التصاقات. ايوه. وتكيسات. تكيسات. تكيسات طلع في مرض في العيله من غير ما كنا نعرف ان في تكيسات. صح كده؟ ما كانش لوحدك. كان مين عنده سكر ومين عنده ضغط؟ والدي وامي. السكر والضغط بتاع الام شد انتباهنا ان احنا في تكيسات، مع تاريخنا ان الدوره بتتاخر، بتيجي احيانا ممكن 6 شهور سنه تتاخر، في خلل في النوم، في نهجان في النوم، في كوابيس في النوم، في لخبطه في المود والشخصيه، ده تكيسات مبيضين ليها تاثير علينا احنا كمان، وفرصه السكر انها تجينا فوق ال 40 تجي لنا سكر، او يجي لنا سكر او ضغط في الحمل، يعني اللي هو تسمم الحمل، واحد اسباب الاجهاض المتكرر تكيسات المبيضين. النهارده بنقول الحمد لله، مبروك بجد. الله يبارك فيك. وبوي هتسمي ايه؟ بارسي. بارسي؟ عايزه بنوته. اسمها معناها ايه بارسي؟ لو الناس عارفه. مريم. مريم. مريم العذراء. ربنا يكمل بخير يا رب. ونفرح مع بعض يا رب. ان شاء الله ربنا ان شاء الله.